أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحلقة السابقة كنا نتكلم حول خيمة القيادة، والآن انتقلنا إلى خيمة الحزن. هذه الخيمة خيمة الحزن، خيمة الوفاء، خيمة العطاء، خيمة قيادة ما بعد قيادة، خيمة المصيبة. هذه خيمة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، خيمة واقعا عندما لمست هذا المكان شعرت بالحزن. هذا المكان الذي احتوى كل مصيبة، هذا المكان الذي وقع فيه كل المصائب، مثل هذا المكان كانت خيام سحقت بالخيل وبأرجلهم لعنهم الله، قتلوا طفلتان، الطفلتان هما بنتا عبد الرحمن ابن مسلم بن عقيل، وكذلك أطفال قتلوا في سحق الخيول، وبعض الأطفال لا يعلمون أين ذهب. في هذا المكان الحزين الذي طالما نأتي إليه، في هذا المكان الذي نشعر به بكل مصيبة، عندما نتذكر الشام في هذا المكان ونتذكر القسوة ما بعد القسوة، ونتذكر في هذا المكان القسوة التي تحيط بسيدتي ومولاتي السيدة زينب وفي هذا الوقت، المصيبة كأنها ملبوسة في هذا المكان، المصيبة كأنها تشحن في هذا المكان، المصيبة هي متعلقة بالسيدة زينب. عندما تقول مصيبة تتذكر السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. سيدتي ومولاتي، أننا مقصرون لو نأتي ونأتي وأتينا وذهبنا إليك مرة ومرة، ولكن قصرنا معروف. كلما نخدم هذه السيدة العظيمة في روايات أنها استشهدت، ما منا إلا مسموم أو مقتول. أحد العلماء يقول بأن بعد حادثة عاشوراء النسوة قادة المرحلة، مثل سيدتي ومولاتي السيدة زينب وكذلك أم البنين، وقتلوا النساء مثل سيدة زينب، هي أنها شهيدة في حادثة غامضة، وكذلك أم البنين في حادثة أغمض. فالمعروف أن النساء ماتن لكنهن شهيدات. على كل حال، نحن نتذكر مصيبة من مصائب عاشوراء في مثل هذا المخيم. هذا المخيم سحقته الخيول، هذا المخيم حرق،
هذا المخيم الذي يقام العزاء فيه في يوم عاشوراء، هذا المخيم الذي طالما نحن نبكي ونبكي في هذه المرحلة في هذا المخيم، نحن في عاشوراء علاقتنا بالمخيم علاقة وطيدة، لأنه هو مكنون الحزن، هو القلب الذي يحيط بالحزن، بل هو شغف القلب. مرحلة مخيم السيدة زينب هو مرحلة العاطفة، مرحلة القيادة، مرحلة السطوة، مرحلة الكبرياء. النساء يحيطا بهذه السيدة العظيمة حتى يكون الاطمئنان في مكنون المرأة، لأنه في مقاييس المرأة عندما تفقد زوجها يكون الإحباط. وفي ذلك الوقت كان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان عليلا، كان مكبلا، لا يقدر أن يعمل أي شيء، كان متمسك في الحفاظ على نفسه حتى يحافظ على الإمامة. نعم، هذه خيام أو هذه خيمة السيدة زينب. نحن ننتقل من خيمة إلى خيمة، ولكن عندما نقف عند خيمة السيدة زينب واقعا نشعر بالمصيبة. ظروف عصيبة مرت في هذه الخيمة، واقعة أليمة، يأتون ويضربون. أذكر هذه القصة التي حدثت في عاشوراء وأنهي هذه الحلقة. كانت فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليها خرجت من الخيمة، ولكن رأت في عينها الظلم، فأتوا الأعداء ضربوا الأطفال وقتلوا وسلبوا النساء وهجموا على الخيام. فأتوا إلى فاطمة وهي تريد أن تحتمي بعمتها وتريد أن تذهب إلى عمتها، فضربوها وأخلعوا قرطها، وبعد ذلك ضربوها على رأسها حتى أدمي رأسها، فانتقلت إلى سيدتي ومولاتي السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. ولا أريد أن أكمل لأني واقعا لا أقدر، فأقول السلام عليك يا سيدتي ومولاتي من هذا المكان، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي السيدة زينب الكبرى العظيمة، ما خاب من تمسك بك، وأمن من لجأ إليك، اشفعي لنا يا سيدتي. والصلاة والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين.